مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات الصحة وجمال الفضائية، أهلا وسهلا بكم ويوم جديد من برنامجكم ساعة في بلدي. معكم خالد الأمير. برنامج ساعة في بلدي برنامج صناعي اجتماعي بيتكلم في أهم المعوقات اللي بتقابل المصنعين والمستثمرين والمزارعين في الوقت الحالي. الأسبوع ده يا جماعة عندنا موضوع مهمة جدا تتعلق بالصناعة، تتعلق بالعمالة، يعني موضوع حالة النهاردة بتتعلق بالخدمات، اللي أي خدمات أو أي مصنع مقيم في أي قرية أو في أي محافظة من المحافظات أو المدن الصناعية، في بعض المصنعين بيبقى عندهم معوقات في الخدمات. يعني في إحدى قرى محافظة الغربية، يعني قرية فيها صناعة، فيها عمالة بتشتغل، فيها بيوت مفتوحة، فطبعا في مشكلة في القرية دي بالذات، يعني قرية تابعة لمحافظة الغربية. يعني زيارة الأسبوع ده كانت لمحافظة الغربية ومحافظة الدقهلية. في مصنعين بياخدوا خطوات بطرق شرعية تجاه الصناعة، يعني راجل مرخص مأمن على العمالة، بيدفع ضرائب، بيدي للدولة حقها، يعني ناس محترمة. وفي ناس مصنعين بيشتغلوا تحت السلم. طبعا اللي بيشتغل تحت السلم عامل مشكلة كبيرة للراجل اللي هو مرخص وبيدي للدولة حقها ضرائب. ازاي؟ المنتج بالنسبة للراجل اللي هو ماشي ملتزم او المصنع الملتزم عنده تكلفة، بتبقى عنده تكلفة عالية. يعني راجل عنده كهرباء، بيدفع كهرباء، مية، عمالة، ضرائب، تأمين على العمالة، يعني ماشي بطرق شرعية. في مصنع تحت السلم ما عندوش تكاليف وبيضرب المنتج بتاع الناس اللي هي مميزة، يعني بقلد المنتج، فدي طبعا مشكلة للمصنع اللي هو ماشي بما يرضي الله أو ماشي بطرق شرعية. فاحنا بنطلب المسؤولين إن هم ينظروا نظرة للمصنعين اللي هم عاملين مشاكل في الصناعة، بيشتغلوا بطرق غير شرعية. كان ليا زيارة لإحدى قرى محافظة الغربية، التقيت بالمهندس خليل بدر رئيس مجلس إدارة مصنع التوفيق لتصنيع الخضروات المملحة. مصنع التوفيق بالمصانع المميزة جدا في صناعة الأسماك المملحة. طبعا الأسماك المملحة كتير، يعني في مثلا يعني أكتر من مسمى، لكن الراجل ده مميز في صناعة الرنجة بشكل خاص اللي هي الأسماك المدخنة، مميز جدا. بدايته في الصناعة من 20 عام، كان مبتدي في مصنع صغير. في الوقت الحالي ما شاء الله صرح محترم جدا، عنده عمالة، عمالة كبيرة مش عمالة صغيرة. المنتج بتاعه من المنتجات المميزة جدا في مصر، يعني التوفيق، مصنع التوفيق لصناعة الأسماك المملحة من المصانع المميزة. راجل مرخص مأمن على العمالة، حاجة ما شاء الله، يعني حاجة محترمة جدا. هو قائم في إحدى قرى محافظة الغربية تابعة لقرية كفر العبيدة. طبعا القرية دي ما فيهاش مية، يعني الناس عايشة إزاي؟ يعني عاوز أفهم قرية ما فيش فيها مية. الكارثة الأكبر مفيش صرف صحي في نفس القرية، لا مية ولا صرف صحي. وفيها سكان، يعني تعداد سكانها مش قليل، يعني فيها تعداد سكان كويس. فاحنا بنطلب من الدكتور طارق رحمة محافظ الغربية اللي بينزل على أرض الواقع للمصنعين ويشوف مشاكلهم ايه. يعني هو نزل في أكتر من قرية أنا زرتها شخصيا وبينزل يشوف مشاكل المصنعين ايه. ليه؟ الصناعة يا جماعة حاجة مهمة جدا وبتقوم دول، ودايما سيادة الرئيس بيقول الصناعة والاستثمار والزراعة، بدليل البنية الأساسية اللي سيادة الرئيس بيعملها في البلد، طرق محترمة جدا، مدن جديدة، حاجة ما شاء الله ما حصلتش في تاريخ البلد. فأنا بنطلب المسؤولين في محافظة الغربية إن هم ينظروا نظرة لبعض القرى، يعني قرية ما فيهاش مية إزاي؟ يعني الناس تعيش إزاي؟ عاوز افهم يعني.
صرف صحي مفيش، طرق سيئة جدا. المهندس خليل بدر يعني راجل من الناس اللي هي الوطنية اللي بحب البلد، حضراتكم دلوقتي هتشوفوه يعني راجل وطني بحب البلد، يعني بيعمل حياة على حسابه أو من جيبه الشخصي بمبالغ. أنا شفت كده، هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. من سنة 2000 تمام، بمصنع صغير في نفس المكان وحوالي 7 سنين، وبدأت كبرت المصنع اللي انت شايفه المكان اللي احنا فيه ده تمام، وطلعت ترخيص واحدة محلية تمام، ترخيص محليات تمام، وبدأت أشتغل وبدأت أكبر واحدة في واحدة لحد ما وصلت اللي أنا فيه دلوقتي. حضرتك بقى اشرح لي طريقة العمل بتاعتكم يا فندم، يعني طريقة التصنيع بتاعكم، احكي لي كده عشان يفهم السادة المشاهدين، اتفضل. احنا بنجيب السمك خام، بيجي مجمد في كراتين مجمد. تمام، طبعا مش أي سمك، يعني السمك أنواعه كتير. سمك هيرنج هولندي. تمام. اسمه كده، هيرنج هولندي. تمام. كويس؟ فبنجيب السمك ده من بداية ما بيجي من الثلاجات، بنجيبه نسيحه عندنا في المصنع. يبدأ يسيح، نسيبه مثلا بتاع 12 ساعة ولا حاجة، على ما يفك من التلج بتاعه نبدأ نحطه في حواض. تمام. ونضيف عليه نسبة ملح. تمام. السمك معاه نسبة ملح. نسيبه في قلب الحوض على حسب حجم السمكة، من 3 أيام لـ4 أيام على حسب حجم السمكة ونسبة الدهون اللي فيها. كويس؟ يصفي الرطوبة اللي فيه، السمك بيصفي الرطوبة اللي فيه، يصفي الدم اللي فيه، ينضف، يطلع بعد كده يتحط في سياخ ويتغسل. تمام. ونجففه. بعد التجفيف ندخله دواليب للتدخين، يتدخن عليه ياخد اللون الاصفر المعتاد اللي احنا بنشوفه ده، بيتجفف السمكه عشان اما نحطها في الصندوق على بعضه ما ترطبش بعدها وتبوظ. تمام. حفظ بمواصفات معينه. ومواصفات معينه. تمام، مش كده وخلاص. لكن الناس اللي تحت السلم كده وخلاص. طبعا. ودي بتسبب امراض الدنيا كلها. بيعمل حاجات كتير بقى. دي بقى. يعني بيعمل حاجات كتير زي ايه يا فندم؟ انا عاوز افهم الساده المشاهدين. يعني بيعمل حاجات عشان نوعي بين الحاجه اللي عليها ماركه مسجله وحاجه متداوله في السوق، لازم يبقى ياخد حاجه موثوق منها، نفهمه ازاي؟ أنا المصنع اللي هو مرخص ده عليه رقابة صحية، بيجي لنا الإدارة الصحية، بتجي لنا مثلا كل شهر كل 15 يوم بتاخد مننا عينات تحللها في المعامل. تمام. كويس؟ العينات عندنا الحمد لله من يوم ما بدأت لحد النهاردة العينات عندي بتيجي سليمة 100%. تمام. عشان بدي نسبة الملح مظبوطة. تمام. بصفي الدم والرطوبة والحاجة اللي في بطن السمكة. تمام. المصانع التانية دي بقى المدة اللي أنا بحطها مثلا في الملح 3 أيام، هو بيحطها مثلا 12 ساعة. تمام. 12 ساعة 18 ساعة بكتيره. تمام. فما بتصفيش الرطوبة والدم اللي في بطن السمكة. تمام. فبالتالي بتدي معاه وزن أكتر. بيبيع أقل مني في السعر. ببص للوزن الأكتر. طبعا بتدي معاه. يعني ده غش. طبعا. طبعا. ده غش. فده اللي بيخلينا مثلا الوكيل اللي بياخد مني الاسعار بتتعبه في السوق. تمام. تمام. ما هو الغالي ثمنه فيه. انا دي كلمتي على طول، الاول الغالي ثمنه فيه، بس بما يرضي الله، مش غالي يعني ماشي بما يرضي الله، على ما الزبون بيفهم بقى. تمام. على ما الزبون بيعرف الفرق بين ده وده بيتعبنا احنا. تمام. لكن الحمد لله شغالين. طيب حضرتك كلمني عن معوقات بقى اللي بتقابلك في الصناعه في الوقت الحالي. احنا عندنا الماده الخام اللي هو السمك الهيرنج بيجي مستورد من بره من هولندا. تمام. فمن بقالنا حوالي 20 يوم كل يوم في زياده، في زيادات. نسال مستوردين يقول لك عشان ما فيش وارد من بره دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه، عشان كورونا والمشاكل اللي شغاله. ما فيش وارد من بره دلوقتي. تمام. فبيعلوا لنا الاسعار. بيعلوا لنا الاسعار. نيجي نكلمهم يقول لك جمارك، بياخدوا علينا جمارك كتير، حاجات زي كده. تمام. فانا ما اعرفش اذا كان حقيقه ولا لا. تمام. بنشتري غالي، فبالتالي بنضيف السعر التكلفة. سعر التكلفه ده على المنتج بتاعنا. تمام. ايه المعوقات تانية يا باشمهندس؟ هو ما فيش عندي معوقات الا الماده الخامه لما بتيجي غاليه، والناس اللي هي بتشتغل تحت السلم ديت. تمام. اللي بيبيع اسعار رخيصه. اسعار رخيصه. وبيجيب طبعا بيجيب ماده خام مش محترمه، مش مظبوطه. تمام. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفت المهندس خليل بدر رئيس مجلس إدارة مصنع التوفيق الملحة، يعني الأسماك المملحة دي حاجة عايزة ضمير. والمهندس خليل من الناس المميزة جدا في صناعته، يا راجل واثق من نفسه،
بيشتغل بسمك او خام محترم مواصفات معينه، حاجه ما شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله المهندس خليل بدر. هنروح لمجال تاني، المجال ده مهم جدا جدا، يعني هو مجال المواد الغذائيه. والمواد الغذائيه زي ما قلت لحضراتكم بتبقى عايزه مصنع عنده تميز ويراعي ربنا يعني في الصناعه بتاعت المواد الغذائيه بشكل خاص. كان ليا زياره لاحدى قرى محافظه الدقهليه، التقيت باكتر من مصنع في مجال الالبان. طبعا مجال الالبان مجال كبير جدا، في مشاكل كتير جدا يا جماعه. زي ايه؟ الجبنه المجنسه، يعني في جبنه مجنسه ما بتتعملش بلبن حليب نهائي، لبن بودره، لا طعم ولا ريحه. وفي ناس مش فاهمه كده، انا بتكلم عن ناس اللي هي شغاله تحت السلم. طبعا بيسبب امراض غير عاديه، الناس اللي هي ما بتشتغلش بطرق يعني او طرق مطابقه للمواصفات، فدي طبعا بتبقى مشكله كبيره بالنسبه للمصنعين اللي هم شغالين بما يرضي الله، يعني شغالين بلبن حليب طبيعي، عندهم تكلفه عاليه، اللي تحت السلم ما عندوش تكلفه زي ما قلت لحضراتكم، فبسبب مشكله كبيره للناس اللي هي عندها مواصفات محترمه. التقيت بالمهندس عبد الله توفيق راجح رئيس مجلس اداره مصنع راجح لمنتجات الالبان. الراجل ده خبره كبيره قوي في المجال يا جماعه، يعني من الناس المميزه، المنتج بتاعه من المنتجات المميزه جدا. بدايته من 1985، حصل على شهاده الايزو في 2007، يعني مميز. في بعض المعوقات بتقابله في الصناعه بشكل خاص، دخول الزيوت النباتيه في صناعه الالبان او الجبنه بشكل خاص، وبالذات يعني هو بيشتغل في الجبنه الحاجات المحترمه الجميله دي اللي لها طعم وريحه. الخدمات سيئه قوي في القريه اللي هو قائم فيها، سيئه جدا، طرق مفيش طرق سيئه جدا. بالنسبه للكمامه اللي هي الزباله بشكل صعب جدا يا جماعه، يعني عنده معوقات غير عاديه. فاحنا بنطلب المسؤولين في محافظه الدقهليه الدكتور ايمن مختار المجتهد جدا محافظ الدقهليه ينزل الكره ويشوف مشاكل المصنعين ايه. يعني دكتور ايمن مختار من الناس المجتهده، يعني راجل يعني بيحب البلد، بينزل على ارض الواقع. فاحنا بنطلب منه زياره لمصنع راجح لصناعه الالبان. هنشوف المهندس عبد الله توفيق راجح وهنرجع لحضراتكم تاني. في المهنه ديت واشتغل لدرجه انه كان في وقت من الاوقات المسيطر على سوق الجبنه في القاهره. تمام. ولغايه النهارده احنا ماشيين واخد بالك يعني كل سوقي في القاهره، انا ما بنزلش حاجه في المنصوره. من 52 وبعدين في وقت من الاوقات انا كنت شغال محاسب في بنك دبي لمده 5 سنين، لما جيت وخلصت الشغل هناك فقال لي احنا مش فاضيين من شغلنا، وكان له رغبه ان انا استمر في المهنه دي يعني. تمام. من 85 لغايه النهارده واحنا شغالين في المهنه دي، بدانا نطور ونمشي بالمهنه الى اعلى، ونجذب ناس معانا من اصحاب المعامل الصغيره اللي زي حالتنا، وعملنا جمعيه اللي اسمها جمعيه مصنعي الالبان في الدقهليه، ولكن للاسف ما استمرتش من بعد ايه ثوره 25 يناير انتهت الجمعيه. تمام. كان حصيله الكلام ده ان احنا طورنا في المهنه وبدانا نشتغل بشغل بطريقه علميه عن طريق الاشتراك في مؤتمرات وندوات ودراسات مع جماعه الباحثين في بحوث سخا ومع التكنولوجيا الالبان،
جامعه اسكندريه وقسم التكنولوجيا في وزاره الصناعه وكل الناس المختصه بالمواضيع ديت، واخرها كان شعبه تصنيع الاغذيه او شعبه الصناعات الغذائيه. كان فيه مؤتمر وندوه بالاشتراك مع الهيئه القوميه اللي هم بتوع المنوط بها بقى دلوقتي جمع جميع صنوف الرقابه على المصانع الصغيره والكبيره في مصر. تمام، بس لا يذكرني الاسم، الهيئه القوميه الايه كده. تمام. فدي المنوط بها الحفاظ او رفع مستويات التصنيع المؤدي الى للتصدير. تمام. او تصنيع منتج امن للاستهلاك الداخلي. تمام، للاستهلاك الداخلي. تمام. الكلام ده احنا بدانا نشتغل وطورنا، لكن للاسف فوجئنا من سنوات بعيده بطلوع مواصفه قياسيه خاصه بالزيوت النباتيه، باستخدام الزيوت النباتيه في انتاج الجبنه الاسطنبولي. تمام. تشعبت المواضيع واتسعت لدرجه ان هي سيطرت على السوق واصبحت بتضغط علينا، الى ان ناس كتير طلعت من المجال، ولان هامش الربح بقى بسيط جدا والشغل بقى ضعيف، لدرجه ان الناس ديت بتطلع منتج ومصرح به من الدوله طبقا للمواصفه القياسيه بتاعتهم بتاع تصنيع الالبان بالزيوت النباتيه. كان ليا وجهه نظر ان احنا ما نسميش الجبن اللي بتطلع بالزيوت النباتيه دي اساسا من الاصل ان نسميها جبنه، احنا نسميها اي حاجه تانية خلاف الجبنه. تمام. انما في مفهومي انا او من خبرتي ان الجبنه هي اللي تصنع من لبن طبيعي ربنا بعته من البقره او الجاموسه، واخد بال سعادتك، ونجيبها ونشغلها وتبقى جبنه اسطنبولي اللي هي متعرف عليها ومعروفه في السوق المصري او في الدول العربيه اللي احنا كنا بنصدر لها. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا المحاسب عبد الله راجح رئيس مجلس اداره مصنع راجح متميز جدا. الراجل ده خبره ما شاء الله عليه، زي ما حضراتكم شفتوه انسان طبيعي بيتعامل بما يرضي الله. طبعا المشاكل اللي عنده اللي انا بقولها لحضراتكم، يعني المصنع قائم في احدى قرى محافظه الدقهليه، والمكان اللي قائم فيه المصنع فيه مشاكل. فاحنا بنطلب المسؤولين زي ما قلنا ان هم يزوروا نظره للمهندس عبد الله راجع. بالتوفيق ان شاء الله. هنروح لنفس المجال. التقيت بشابين من الشباب المجتهده جدا اللي بتاخد خطوات تجاه صناعه الالبان. التقيت بالمهندس توفيق البنهاوي والاستاذ كريم البنهاوي، دول شابين اخوات حاطين ايديهم في ايدين بعض، صناعتهم مميزه جدا مطابقه للمواصفات، بيشتغلوا بلبن طبيعي مميزين. بدايتهم في الصناعه من ايام والدهم، يعني والدهم رحمه الله عليه كان في صناعه المواد الغذائيه، جبنه الرومي، جبنه الاسطنبولي، مميزين جدا في صناعتهم. المعوقات اللي بتقابلهم في الصناعه بشكل خاص يعني زياده اسعار الماده الخام اللي هو اللبن الحليب مش متوفر، يعني بالنسبه للثروه الحيوانيه فيها مشكله في الوقت الحالي، فمسببه مشكله بالنسبه للمصنع الالبان. الاستاذ توفيق البناوي من الشباب اللي واخدنا خطوات بطرق محترمه جدا، هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعه، وهنرجع لحضراتكم تاني. ازاي وخدت الخطوات ازاي وحبيت المجال ازاي؟ لا هو طبعا ما هو ابوك بقى يعني اللي بيعلمك، ابوك يعني كل اللي جواه كل اللي في دماغه هو قال لي، يعني الله يرحمه يعني كان رحمه الله عليه.
يعني هو قال لي انا يعني بيطبع صوره كربون يعني. هو بص يعني كنا متوكلين على ربنا والحمد لله. ايه المعوقات اللي بتقابل حضرتك في الصناعه في الوقت الحالي؟ هي التكلفه. ازاي يا فندم احكي لي يعني؟ الجاز رفع من التانك كان تقريبا ب 1500 وصل 7000 جنيه. الصفيح كان الصفحه بتعمل 11 جنيه ونص وصلت 30 جنيه. هي التكلفه بس، ما التكلفه ما انت التكلفه هتزيد، انت هتضطر تزود في ناس برضو ما كده. الربح عامه ما بقاش زي الاول. الجبن المجنسه البودره والشورت والمثبتات بتدي انتاج عالي، فالتكلفه تقريبا بتبقى انا ما اعرفش، بس هم اسعارهم بتبقى اقل مننا كتير. تمام. يعني عشان ان انت مثلا تقدر تبيع جنبه ما بتقدرش. في بقى تجار محترمه بتميز ده عن ده. تمام. يعني تقول عارف صفيحه الجبنه دي وعارف صفيحه الجبنه دي، بس مش كله. تمام. قليل. المحترم. اللي هو بره ربنا. تمام. هو اللي بيبقى يميز بقى دي من دي. تمام. من كام سنه اما اللبن كان السوق مريح شويه، فالفلاح اللبن رخص، فالفلاح بيعلف وبيكلف، فما فيش يعني البقره ما بتصرفش على نفسها، فبداوا يفرطوا في الـ في الـ في البهايم اللي عندهم. سنه ما وصلت اللحمه 50 جنيه والكلام ده، وقال لك اللحمه ب 50 جنيه لان كله النهارده اللي عنده بهايم بيعلف ما بتجيبش، اللبن رخيص، السوق تعبان والدنيا نازله والدنيا مريحه، ففرطوا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في البقر عامه، فعمل ازمه النهارده. تمام. اللي اتذبح كل ده عمل ازمه النهارده. تمام. اللبن قليل فرفع اللبن تاني والتكلفه زادت. التكلفه زادت. احنا على العموم احنا نشأنا، لقينا والدي الله يرحمه شغال بطريقه، شغال لبن حليب صافي ما بحطش اي اضافات. انت شايف المصنع قدامك اهوت، ما شفتش شكاره بودره، ما شفتش مجنس، ما شفتش اي حاجه. احنا عباره بس اللبن بيجي بنصنعه زي ما هو جاي. تمام. على نفس الوضع بتاعه. تمام. ما بنغيرش في اي حاجه، على طبيعته. اللبن بيجي بنعمله جبنه، سواء جبنه رومي، سواء جبنه اسطنبولي، سواء جبنه براميلي، اللي بيجي بنعمله جبنه. تمام. لكن بقى ما عندناش اي مصنعات، دي رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبه النهارده السوق، انت زي ما انت فاهم السوق النهارده بقى الشغل نبات الدهون النهارده مالي الاسواق، وشغل بير السلم زي ما انت فاهم والكلام ده كله عامل مشاكل كبير في الانتاج. تمام. بس انت مش هتشتغل لبن حليب وتكلفتك هتبقى شكل اللي شغال لبن بودره او زيوت نباتيه والكلام ده كله. تمام. يعني السعر ده مش هيبقى زي السعر ده، تكلفتك هتبقى اعلى طبعا بكتير. دي كلها معوقات بتقابلكم. تمام. بالنسبه بقى للسوق، ان شاء الله السوق ظابط، يعني بدا يظبط ان شاء الله كويس يعني، والحمد لله احنا في السوق يعني مقضين احتياجات عملائنا يعني الحمد لله. تمام. وبرضه ابويا الله يرحمه، والده الله يرحمه، سايب لنا اسم كويس يعني، مساعدنا قدامنا، فتح لنا الطريق قدامنا يعني في السوق. تمام. ايه المعوقات بقى اللي بتقابلكم يا استاذ كريم في الوقت الحالي؟ ما فيش معوقات ولا حاجه، بس اللبن الحليب النظيف قليل. النظيف؟ يعني مثلا اللبن الحليب المظبوط بقى قليل خالص. انا شايفك شاب من الشباب المحترمه اللي بتاخد خطوات تجاه الصناعه بشكل خاص وواقف بنفسك. الحمد لله. الشباب بقى لاجئ للتوك توك ولاجئ للكافيهات. تنصحوا بيها يا استاذ كريم؟ اسباب يعني نضره اللبن، واسباب ان اللبن قل. لو جيت لحضرتك تشوف اللي كان عنده مزرعه مواشي او عنده خمس ست مواشي في حظيره او بتاع، ولاده كبروا مش عايزين يشتغلوا في اللي هم يعملوهم، بيبيعوهم، ده بيجيب توك توك، ده بيجيب عربيه. الناس قاعد بتبص للحاجه السهله. تمام. ما عادش تبص بقى ان هو يعمل كيان، ما عادش هي دي المشكله. لكن كون ان الواحد يعني انا كل سنه بتعدي عليا بشوف مهنتي فيها ايه احدثه. تمام. بس برضك في نطاق اللي انا اشتغل لبن حليب طبيعي طازج، ما اطلعش بره ايه نطاق اللبن الحليب. تمام. لان اسهل حاجه بتصنع في شغلتنا دي المصنعات، اللي هي الفيتا، اللي هي الدلع، الجبن اللي انت بتشوفها الرخيصه اللي في المحلات دي شغلها اسهل من اللي احنا بنعمله ده بكتير. تمام. فاهمني؟ واقل في التكلفه بكتير، بس ده مبدا عندي مرفوض. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتم شباب مجتهده بتاخد خطوات تجاه الصناعه، يعني المهندس توفيق البناوي من الشباب المجتهد، رئيس مجلس اداره مصنع التوفيق للالبان.
شابين ما شاء الله، دول مثال لكل شاب مصري بياخد خطوات تجاه الصناعة. بالتوفيق إن شاء الله. الله أكبر في كل شيء. هنطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لحضراتكم من جديد. كان ليا زيارة في إحدى قرى محافظة الدقهلية بالنسبة للملابس الجاهزة. طبعا الملابس الجاهزة حاجة مهمة جدا، يعني صناعة الملابس الجاهزة حاجة مهمة جدا. يعني في الوقت الحالي جميع الصناعات اللي موجودة على أرض الواقع صناعة مصرية 100%. في بعض المصنعين اللي هم عندهم غش صناعي، يعني تبقى صناعة مصرية وتلاقيه حاطط تيكت على المنتج ان هو صناعة مثلا اي بلد، يعني صناعة اي دولة تانية وهي صناعة مصرية، ده يبقى غش. الصناعة المصرية يا جماعة في الوقت الحالي بتقوم بخطوات سريعة جدا. يعني جميع الملابس الجاهزة اللي موجودة في السوق المحلي صناعة مصرية 100%، وبنصدر لبعض الدول في الوقت الحالي في كل المجالات بالنسبة للملابس الجاهزة. التقيت بالأستاذ وفدي جحوش والأستاذ خالد جحوش رئيس مجلس إدارة مصنع الوكيل للملابس الجاهزة. طبيعة التصنيع عندهم يعني هو من المصانع المميزة جدا، يعني مصنع الوكيل من المصانع المميزة جدا، بصنع العبايات الرجال الحريم الجميلة دي، بصنع الجلاليب بتاعت زمان المحترمة، الحاجة الشيك قوي دي، وحاجة ما شاء الله محترمة جدا. بدايتهم في الصناعة يعني من وقت، يعني من وقت طويل. المهندس وفدي سافر لإحدى الدول العربية، يعني سافر لإحدى الدول العربية، خد خطوات في صناعة الملابس الجاهزة. هو قائم في إحدى قرى محافظة الدقهلية، عنده عمالة من القرية، يعني مشغل عمالة من القرية، يعني في بيوت مفتوحة. في عنده بعض المعوقات بتقابله في الصناعة، عدم استقرار المادة الخام، عدم ثبوت أسعار المادة الخام، يعني أحيانا المادة الخام عالية توطى، يعني في الزايد كل مدى بتزيد، فمسببة مشاكل في الصناعة. يعني بقول للمستورد متحكم، كل واحد بيبيع زي ما هو عايز بالنسبة في المادة الخام، دي مشكلة. الطرق بالنسبة في الخدمات اللي قائم عليها مصنع الوكيل طرق سيئة. في بقى مشكلة تانية يا جماعة نتكلم فيها مهمة جدا، الشيكات اللي بتقع. يعني الشيكات اللي بتقع دي عاملة مشكلة كبيرة، أنا اتكلمت فيها في الحلقات السابقة، عاملة مشاكل كبيرة في الصناعة. مصنع يصنع، يجي التاجر ياخد المنتج يكتب له شيكات، ما عادش يشوفه. طبعا المصنع هيقع، هيقف، هيجيب مادة خام منين؟ ما الفلوس راحت عليه. الخدمات زي ما قلت لحضراتكم. في مشكلة تانية، العمالة. العمالة عاملة مشكلة كبيرة، في نقص في العمالة، يعني في مكان متوقف، مفيش عمالة. المهندس وفدي زي ما قلت لحضراتكم من الناس المجتهدة جدا اللي بتاخد خطوات، هي أسرة، يعني هي أسرة مصنعة، ايديهم في ايدين بعض، هو والأستاذ خالد ولهم إخوات تانية واقفين شغالين في بيوت مفتوحة، عندهم عمالة من بره. هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. البداية أنا كنت شغال في مصنع أساساً كده، فأخدت الفكرة يعني من المصنع وكده، وبدأت أجي أنفذ الموضوع هنا. بدأت الأول كده بمكانتين، وبعدين الحمد لله ربنا كرم وبقى كمية كبيرة والدنيا مشت وكده والحمد لله تمام يعني. طب حضرتك يعني احكي لي كده بالظبط، خدت اول خطوه ازاي وتاني خطوه ازاي، احكي لي يعني.
والله هي اول خطوه ان انت اساسا لازم تبقى عارف وانت بتشتغل هتبدا ازاي، لان طبعا مش هينفع تيجي يعني تعمل مصنع او تعمل شغل وانت ما عندكش خلفيه عن الشغل او حاجه زي كده. فانت الاول بتاخد فكره انك هتتعلم، تقدر تقص، تقدر تقفل حته، عيوبها ايه، مزاياها ايه، اسعارها ايه، خاماتها بتتكلف كام، القصه بتمشي في كده في البدايه. تمام. فلما بتعمل كده بتبقى انت عندك درايه بشغلك كله، بتقدر بعد كده تنزل بمنتج يقدر ينافس وتقدر تشتغل. تمام. هي القصه كده يعني. طيب استاذ وفدي، كلمني بقى عن المعوقات اللي بتقابلكم في الصناعه في الوقت الحالي بشكل خاص. ايه المعوقات اللي بتقابلكم في الصناعه؟ والله احنا كل مشاكلنا في الخامات، يعني هي دي مشاكل ملهاش حدود. احنا عندنا مثلا تجار هنا في السوق، طبعا قصه الاستيراد بالنسبه للصناعه المصريه، احنا في البدايه كان كل شغلنا صناعة مصرية، يعني كنا بنشتغل كم مصنع كده معروفين، مصنع اسمه ساليتكس ده كان بينزل 3-4 خامات أساسيين، في مصنع ستار، مصنع رانا، كل الحاجات دي كانت موجودة أساسا، شغل مصري، ما كناش بنحتاج لأي حاجة مستوردة. تمام. لما المصانع دي كلها وقفت أو حصل معوقات فيها، بدأ الشغل كله يجي استيراد من الصين ومن الهند ومن باكستان والحتت دي، فبدأ في تفاوت في الأسعار. طب الكلام ده كان سنة كام يا فندم؟ يعني الكلام ده من قول من 5 سنين أو 7 سنين تقريبا بدأ التغير من الصناعة المصرية للصناعة المستوردة. تمام. تقريبا يعني. تمام. مين معوقات تانية؟ 2012-2013 بدأت القصة كلها تتغير كليا. تمام. ايه المعوقات تانية يا أستاذ وفدي اللي بتقابلك؟ يعني هي طبعا عندنا بالنسبة للعمالة، العمالة ده حاجة مش كويسة خالص، يعني لأن النهاردة مثلا العامل لما بيجي بيشتغل بيجي مثلا يعمل له، احنا ممكن نجيب قطعة نيجي ننفذها مثلا بتبقى فيها 5 جنيه 3 جنيه 4 جنيه كل الدخل اللي بيدخل لك، فبيجي الصنايعي اللي هو العامل او اللي بيجي بيشتغل كل يوم، لا عايز زياده، لا عايز مش عارف ايه، لا كان، لا جرى، لا ده احنا مصاريف قد كده، الكهرباء زادت مش عارف ايه، ده كل حاجه تحصل في الزياده يجي هو يحطها عبء علينا. ده العامل. طبعا. تمام. يعني احنا في البدايه خالص كنا بنصنع القطعه ب 3 جنيه. تمام. النهارده بنصنعها ب 11 جنيه. خدت بال حضرتك؟ فلو حضرتك حسبت الزياده من 3 ل 11 فرق كبير جدا يعني. وبالعكس هو النهارده مثلا كان بادئ يعني كان بيتعلم بيعمل له 5 حتت 7 حتت 8 حتت، النهارده ممكن يعمل له 15-20. ما هو طبعا هو يعني بقى متمرس في القصه وكل يوم هو شغله وكل يوم اللي بيشتغل فيه هو اللي تاني يوم بيشتغل فيه. تمام. فطبعا بقى عنده سرعه اكتر وحاجات زي كده. العماله يعني المشكله برضو من العماله، المشكله في العماله، لان طبعا يعني هو مفيش تقنين للعماله اساسا، وبعدين بتيجي حضرتك كمان قصه تانية، الضرايب من سنه واحده او تقريبا من سنه ونص بقت حاجه لا تطاق. يعني احنا مثلا النهارده انا جاي عليا مثلا في السنه معدي تقريبا 20,000 او 18,000 ضرايب. ضرايب. طب انا النهارده السنه داخلي انا كنت عندي كميه كبيره جدا من المكن، بدات اخف، لان النهارده كل ما يجي يعمل لي عدد كبير من المكن اجي ادفع ضرايب كتيره جدا، بدات اخف في المكن والصنايعيه والعماله اللي موجوده، على اساس اللي انا بدفعه بيجي اخر السنه ما بيضاهيش اللي بدخل لي. تمام. فبضطر اقلل وبقول انا بقى اعيش على المستوى بدل ما اشتغل عند حد، انا ابقى شغال في بيتي واجيب مصاريفي وخلاص. يعني انا مسؤول، احنا زي ما وفد قال ان احنا 4 كل واحد اللي متخصص في حاجه. تمام. فانا متخصص عن التشطيب، يعني تشطيب القطعه لما بتطلع من فوق بجهزها، من مكوى للتشطيب لتكييس لشريط، بجهزها على السفر يعني. تمام. تبقى كامله من الجميع يعني الفينش. الفينش بس ده على فكره ده اهم مرحله. هي اهم مرحله فعلا. لان مثلا لو في عيوب في الشغل بتطلع في المكوى، بننظرها في المكوى، في الحاجات دي، في التشطيب، في تكيس الشغل، في شد الشريط الشغل على البتاع عشان الحته تطلع مظبوطه. طب حضرتك بقى في الصناعه من امتى يا فندم؟ يعني في المجال من امتى؟ انا مش من كتير يعني، انا كنت سافرت طبعا، كان وفد شغال في المجال قبل مني بكتير. تمام. وكنت جيت اشتغلت مع الحاج شويه قبل ما يموت الله يرحمه، رحمه الله عليه. فدخلت معاهم بقى يعني، ما كانش في عمال هنا في مصر، فافضل اللي بدل ما تسافر وتتبادل وبتاع، خليك معانا في المصلحه واحنا اخوات مع بعض وبتاع، واللي يجي على قد كله وخلاص. تمام. طب ايه اللي بتفكر فيه يا فندم في الخطوات اللي جايه ان شاء الله؟ بنفكر ان احنا نتطور، يعني ان احنا نبقى نتطور نبقى احسن من كده. لان طبعا اللي جاي يا دوبك مكفي، اولادنا بتكبر وفي التعليم، في مجالات التعليم مختلفه، في كليات، في ثانويه، مش عارف ايه. فطبعا الدخل اللي بيجي زي ما بقول لك ان مكسب القطعه ما بغطيش مصاريفنا. تمام. وطبعا جه موضوع كورونا دي عطل الدنيا كلها. فما بدخلش حتى مصاريفنا، ما بكفش مصاريف بقدر الامكان. بنحاول نشتغل زي ما انت شايف حضرتك كده بايدينا، بننزل الساعه 8 بنطلع الساعه 10-11. طب نفهم يا فندم الساده المشاهدين طبيعه التصنيع بتاعت حضرتك بشكل خاص. اتفضل يا فندم. يعني في احنا الاول المنتج يعني بننتقل مثلا الخامه،
ندور على احلى خامات احسن خامات. تمام. طبعا صنايعي كصنايعي رقم واحد المتفوق يعني. بتطلع بقى الشغل قبل ما بيطلع مثلا بتشطب نهائي بلازم يمر على كذا مرحله، بتتفرز الحته يعني بنشوف نشوف عيوبها نشوف مثلا فايه لغايه ما نوصل للمنتج الكويس اللي طبعا الحمد لله احنا واخدين اسم في السوق من احسن الناس يعني كصنعه وكمنتج. لان احنا انا لحضراتكم من جديد زي ما حضراتكم شفتوا المهندس وفدي والمهندس خالد جحوش من الناس المحترمه جدا يا جماعه اللي بتاخد خطوات تجاه الصناعه. بالتوفيق ان شاء الله. هنروح لنفس المجال. التقيت بالحاج فريد السيد رئيس مجلس إدارة مصنع السحاب للملابس الجاهزة في نفس المجال. راجل محترم بياخد خطوات تجاه الصناعة، ما عندوش أي معوقات، هو طبعا خبرة شوية. المشكلة اللي بتقابله طبعا الضرائب، يعني عاملة له مشكلة شوية. غلاء المادة الخام، ركود في السوق، يعني في بعض المعوقات عنده برضو. هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. تم ثلاث مكانات خياطة والدنيا سهلت ومشت تمام، ودلوقتي حاليا بس هي عملية ركود في السوق وخلاص. تمام. ومشكلة الضرائب دي بتقيم تقييمات عالية كده، ولكن الجو مش متحمل الكلام ده. تمام. البدايات كانت ازاي حاج فريد؟ يعني خدت الخطوات ازاي ومشيت ازاي لحد ما وصلنا للمصنع؟ والله اول ما اشتغلت معايا كان ثلاث امبار، وربنا وسع عليا وبقى تمام الوقت. والله الكلام ده كان سنة بقاله بتاع 25 سنة و 30 سنة. من 30 سنة. ما كانش لسه في القرية هنا؟ ما كانش في حد. ما كانش في حد. تمام. المعوقات اللي بتقابل حضرتك حاج فريد في المجال بشكل خاص، ايه المعوقات اللي بتقابلك؟ هو ركود السوق بس دلوقتي حاليا، والضرايب بتعد وخلاص والدنيا. الضرايب ازاي يا فندم؟ يعني الضرايب بتعكسك ازاي يعني؟ عالية. وكهرباء والدنيا. الكهرباء اسعارها عالية. بس انا شايف عند حضرتك مولد كهرباء واحنا طالعين. موجود، ما انا جايبه عشان كده. بس غالبا تكلفته عالية عليك. بيصرف. يعني طبعا بيصرف سولار و... بالنسبه يا فندم بقى للعماله عامله ايه معاك؟ دايما كل المصنعين بيشتكوا لي من العماله. والله العماله موجوده بس قول يا شغل. ولكن الشغل النايم خفت العماله. يعني كان عند حضرتك عماله قد ايه يا فندم؟ يعني كان عندي مثلا يجي بتاع 20 صنايع، ما عادش الوقت الا خمسه. تمام. كان عندي بيب التشطيب فوق 10-15 بنت، ما عادش الا اربعه. تمام. مكواجي واحد. بس عشان كل واحد يديله حقه. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا الحاج فريد السيد رئيس مجلس اداره مصنع السحاب للملابس الجاهزه. الراجل ده يا جماعه مميز على فكره، يعني من اوائل المصنعين في القريه اللي قائم فيها مصنع السحاب. يا راجل مميز، بياخد خطوات، ماشي بما يرضي الله، بيدي للدوله حقها. يعني بالتوفيق ان شاء الله الحاج فريد السيد. هنروح لمجال اخر. التقيت بالمهندس محمد جوده والاستاذ حماده، بيشتغلوا في مجال الكرتون. طبعا مجال الكرتون من المجالات المهمه جدا اللي بتخدم على جميع الصناعات. مصنع ايجيبت ايطاليا للكرتون، بدايتهم من 2003، يعني من 18 عام. عندهم 35 عامل، يعني 35 بيت مفتوحين. الخدمات عندهم كويسة جدا. ارتفاع أسعار المادة الخام، يعني مفيش ثبات أسعار. العمالة عاملة لهم مشكلة، يعني يقول العامل يجي يشتغل شوية ويمشي، أأمن عليه واصرف عليه ويسيبني ويمشي. فاحنا عاوزين الدولة تشوف مشكلة، يعني تشوف المشكلة دي. عدم الرقابة على الأسعار، كل واحد بيبيع بمزاجه، فدي مشكلة جدا يا جماعة، مشكلة كبيرة. هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. أول خطوة خدتها إزاي؟ وتاني خطوة خدتها إزاي يا فندم؟ ما هي أول خطوة إن أنا اشتغلت مندوب عشان أعرف يعني إيه صناعة كرتون. ده مندوب في البداية. ده مندوب. تمام. إن أنا إيه أجيب أروح المصانع أجيب بوردرات كرتون وأصنعها في مصانع. تمام. دي أول في مصانع أخرى. في مصانع أخرى غير مصنعي. تمام. ده في البداية. بعد سنة عرفت المكن والمستلزمات اللي أنا بحتاجها والخامات وأنواعها، وبدأت أشتغل أعمل مصنعي. تمام. حطيت مصنع في الاول، مصنع بسيط بتكاليف بسيطه، وبعدين بدا التطوير. تمام. كنا احنا اتنين شركاء في المصنع، انفصلنا في 2017 كل واحد
خد جزء واتجه اتجاهه، وانا اشتغلت في كرتون معين وهو اشتغل في كرتون تاني وما زلنا على علاقه ببعض وتمام. يعني في الوقت الحالي ايه المعوقات اللي بتقابل حضرتك في الصناعه؟ المعوقات الاساسيه هنا بتتمثل في حاجتين، اسعار الخامات مبدئيا محدش عارف هي بتغلى ليه وبترخص ليه، مش مطروقه حتى لحريه العرض والطلب. احنا اليوم الفتره اللي فاتت من شهر 12 لحد النهارده في زياده في الخامات فوق ال 100%، ايه السبب محدش عارف، مع ان الطلب على الشغل قليل، كميه المصانع اللي فتحت للخامات كتير، طب ايه الزياده ليه محدش عارف. تمام. الحاجه الثانيه العماله المدربه. النهارده عشان اجيب عامل يقعد عندي سنه سنه ونص بفضل انا اصرف عليه واخسر علشان اعلمه، وبعد ما بعلمه ممكن يسيبني ويمشي، مفيش ارتباط بيني وبينه. تمام. بيروح لمصنع تاني او كده، فلازم تكون في عماله مدربه موجوده في المنطقه. تمام. بس علشان الناس تعرف تشتغل. والله انا اساسا بقى لي فتره طويله في السفر، يعني اول سنه استقر يعني. تمام. ففكرنا اللي بنعمله في الصين وبنعمله في تايلاند وفي كوريا وفي الدول الثانيه، ان احنا بيجي لنا عملاء هناك وبنصدر لهم، فبنفكر نعمل الموضوع ده في مصر. بدل ما نصدر من الصين ممكن نصدر من مصر لدول افريقيه لدول ثانيه. فبحاول النهارده انشئ شركه تجاره الملابس المفروشات بالنسبه ان احنا في المحله، ونحاول نعمل الموضوع اللي احنا بنعمله في الصين نعمله هنا ونصدر لدول ثانيه بره. ايه المعوقات بقى يا باشمهندس اللي بتقابلكم في الوقت الحالي؟ بالنسبه للتصدير، بالنسبه لمعظم الموظفين في القرى الصغيره بيعملوا عائق كبير جدا مع جميع المصالح اللي هنا. ده في محافظه الدقهليه ولا في محافظه الغربيه يا فندم؟ يعني اي قريه صغيره. تمام. انت تابع حضرتك لمحافظه، تابع قريه لمحافظه الدقهليه؟ قريه سمنوخ. تمام. حضرتك من نفس البلد بشمهندس؟ تمام تمام. فانا تلاقي الموظفين سواء في التامينات سواء في الكهرباء سواء في اي حاجه. تمام. في الضرائب ممكن يسبب لك اي اعاقه ويعطلك علشان حاجات ما لهاش لازمه وحاجات بسيطه. تمام. اذا دخلت اي مصلحه حكوميه ممكن يعني لسه جاي مصلحه حكوميه حالا. طب انتظروا عدى على بكره، طب هات لنا اوراق كذا واوراق كذا واوراق كذا. النهارده انا هاخد لي اسبوع عطل عشان اخلص اوراق. تمام. فالنهارده انا يعني اما اتخانق من الاوراق ديت مش هعمل حاجه. هرجع بره، ما بره بدخل اي مكان كل حاجه في مكان واحد. تمام. ادخل اخلص كفلوس الدفع اي حاجه في مكان واحد، بدخل اخلص حاجتي وامشي. تمام. وكل سيستم ماشي على الكمبيوتر، ما حدش بيطلب مني اوراق، ما حدش بيقول لي هات كذا هات كذا هات كذا هات كذا. النهارده عشان اخلص ورق عاوز مثلا فيها اسبوعين ثلاثة او شهر. ده طبعا بعطل الدنيا. بيعطل يعطل كل حاجه طبعا. النهارده ما هو ده عطلنا، هيجي لي موظف غيره يطلب مني الحاجه دي، الحاجه دي مش موجوده، هيجي لي موظف ثالث كذا هات رقم عليا. تمام. يبقى النهارده همشي ازاي؟ الحكومه شغاله وعمل الطرق بسم الله ما شاء الله يعني. سيادة الرئيس ما شاء الله. لا بسم الله ما شاء الله يعني اللي احنا بنفرح في بلدنا. تمام. اما انزل في مطار دوله ثانيه وانزل في مطار بلد الاقي العفره والطرق والبهدله، لا النهارده الوضع مختلف. تمام. النهارده الواحد اتبسط والشرف ببلد. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا المهندس محمد جوده والمهندس حماده، دول يا جماعه ناس مستثمرين ومصنعين مميزين جدا، يعني ناس مشغله عماله. طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا المهندس حماده بيقول بنزل بعض المؤسسات الحكوميه عشان اخلص شغل بالنسبه للاستثمار بتاعه والشغل بتاعه، بيبقى في عطله من بعض الموظفين او بعض المسؤولين، فاحنا بنطلب المسؤولين هم يسالهم، يعني يسالوا المصنعين او المستثمرين ويشوفوا مشاكلهم ايه، مش يوقفوهم، لان الصناعه العمود الفقري بتاع البلد او بتاعت اي بلد، صناعه او زراعه او الاستثمار. باذن الله عندنا مواضيع مهمة جدا تتعلق بالزراعة في محافظة كفر الشيخ. محافظة كفر الشيخ من المحافظات المميزة جدا في الزراعة، يعني محافظة ما شاء الله كبيرة. الأسبوع القادم لنا زيارة ليها بإذن الله. أنا بشكر قنوات الصحة والجمال الفضائية، وبشكر فريق العمل المجتهد جدا، واشوفكم الاسبوع القادم وبرنامجكم ساعة في بلدي.